يا مساء الفل والهنا الحلقة دي من أصعب الحلقات اللي ممكن أعملها تقديم لأن أنا عادة ما بحضرش التقديم خالص وعمري ما بقرا من ورقة وبقول اللي أنا حاسة بيه فلو أنا قلت اللي أنا حاسة بيه هنقعد 49 يوم عقبال أو ما اوصلكوا لإني أقدمكم للنجمة اللي منوراني ومشرفاني النهارده شاهدتي فيها مجروحة بصفاتها توأم الروح وصديقة العمر لكن انا مش هشهد شهاده الصحبه انا هشهد شهاده البني ادمه اللي تواجدت حوالين هذه الست وشافتها على المستوى الانساني بتتعامل ازاي وده اللي كان احد اهم العناصر اللي نجحت الست دي في حياتها لانها موديل نادر من الناس يعني من البشر هي هي صاحبه لكل من حولها وكل واحد من اصحابها سواء من جوه الوسط او خارجه لان اصحابها من خارج الوسط اعداد مهوله وناس كلهم يعني على الرأس بيشوفوها يعني هي المدلله بتاعتهم هي الصديقه المدلله مش مدلله لانها حلوه ومش مدلله لانها فيدت ولانها بطله سينما مدلله لانه ليها سجل طويل من الاعمال الطيبه. والمواقف الجدعنة والتواجد وقت الأزمة بيخللها رصيد عند كل البشر اللي حواليها وكل واحد فيهم حاسس انه هو صاحبها الوحيد وانه هو المفضل جدا عندها لكن الحقيقة إن إحنا كلنا كل من حول هذه الست بيشعر نفس الإحساس لأنها ليها عند كل واحد رصيد كبير جدا من الحب من الإعجاب من الامتنان هي هي مثلا في حياتي انا اخر واحده اشوفها وانا بغمض عيني داخل اوضه العمليات وهي اول واحده بشوفها اول ما فتح عيني خارجه من اوضه العمليات بيبقى الكدر كده مزغلل لكن بشوف فيه الست دي واولادي وجوزي في كدر واحد لا تنفصل هي اللي ممكن تخش عليا في اي وقت حاسه ان انا مش كويسه علشان ممكن أو تديني بالبنيه في خلقتي وتنتشني من على السرير او تكون جايبه في ايدها دكتور عظيم سحباه من ايده كده ومن كرافطته بتقول له صاحبتي تعبانه ومش عاوزه تروح للدكتور تعالى شوفها. هي بهذا القدر من ال... من الجديه والاخلاص ناحيه كل الناس اللي حواليها وعددهم كبير جدا. هي الست اللي حاطه دايما معاها شنطه فيها كل الحاجات اللي هتعملها لو اليوم جد عليه حاجات يعني ايه يعني هي ممكن تكون رايحه التصوير فحد يعي فتقوم بلبسه مطلعه تك اللي هو زياره المستشفى مطلعه تك يا نهار ابيض في عزم مطلعه تك ده في حد توفى حالا ولازم تكون موجوده مع اهله لحظه الوفاه وتك ده اسمها ايه بتتخطب وتك دي ده في فرح قاتل يعني كده وانا طول عمري كنت بقول لها هو أنت بتعمل الحكايه دي ازاي انا فاشله جدا فيها يعني ودايما صاحب صاحبه واجب ليه كل ده لانه هي فنانه الحقيقه ربنا حباها باولا قدر كبير من التوفيق في شغلها لانه هي مجيده فعلا هي متطوره فعلا هي هي بنت لحظتها وما بي... الزمن ما بيباتش معاها بيبقى صاحي وناضر طول الوقت معاها عشان كده هي بمنتهى البساطه والتلخيص يسرى حرام عليكي، أرد أقول إيه بعد اللي أنتي ولا انت تقول كي وأنا عايزة أرد وعايزة حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي ده كتير أنا بس بوصفك أنا بوصفك للناس لأنه الناس أحيانًا الواحد الناجح في شغله ده المتألق قوي كده بيبقوا عايزين يعرفوا الأسباب، والأسباب مش بس إنك أنتي موهوبة جدًا ولا إنك دؤوبة جدًا ولا إنك بتشتغلي 24 ساعة لكن لانه انت بني ادم عظيمه يعني بني ادم كويسه بني نعم ادم ربنا انت حط كبيره وعظيمه وفلايه وبعدين عايزه اقول لك حاجه انت برضو عشره عمري انت برضو سنين حياتي انت برضو على الحلوه والمره تقابلنا وعشنا و في الاوجاع طول الوقت بلاقيكي وفي الافراح طول الوقت بلاقيكي ما هو بصي عشان ما نعملش قصه غرام وانتقام قدام الناس يعني, لأنه يعني اه بس ما تحسدوناش اه هم <applause> شريك معانا فيها لكن هو هي انا ما اشوفش الحياه غير كده يعني هي الدنيا بتتكون كده هي الناس بتحب بعضها وبتكبر مع بعض وبتعجز مع بعض او بتعي أو مع بعض او بتخف مع بعض او بتفلس أكيد مع بعض أكيد او بتغتني مع... يعني ال... ال... الناس الدنيا دي عباره عن ناس ملتحمه ببعضها ينجحوا الحياه ده ف... فيعني هذه الجميله مثلا كانت زهرة من ظهرات مصر الجديده وكان ليها شله اصحاب لا زالوا لحد النهارده بنفس الالتصاق والحميميه والقوه يعني <تصفيق> ايه <تصفيق> مش كده هنبتدي كنا عاقلين اهو كنا عاقلين وحلوين بس ما تقدريش <applause> انت كوتشي انا هقول لك انا هفكرك بحاجه كان في حفلات ماتيني بيغنوا فيها <applause> بلاك فيه. كوتس فالبلاك كوتس والبتيشا والبتاع طبعا وانتي كان شعرك اسود وطويل قوي كده آه. وكان غامق كان اه اه غامق آه. 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 وكان ايام ما كانت الفساتين الصيفي مشجره بس طويله ماكسي ايوه والصابو عالي قد البتاع كده <applause> وفي كده ده انا كنت بلبس ايه والميني جيب والميكرو جيب طب. طبعا وكنتي بتروح الماتينيهات دي علشان عايزه تغني عايزه اغني اه ده اسماعيل مم. الحكيم الله يرحمه الحكيم يرحم. الله يرحمه كان كل ما يشوفني وهو بيغني يقول ذيس از فور ماي دوتر اه اه اقول توتر ازاي انا عايزه اطلع اغني معاهم ما ينفعش وبعدين كان في معاهم نوجة بيرقص اه نوجا بيرقص اه الاسمر اه الاسمراني كان بيرقص زي زمبالك زي القبا كده ولا زي آه حاجه كده حاجه كده زمبالك آه. وانا عايزه مرات اطلع بقى وارقص معاهم <applause> كده بس ما بلحقش كنت عليه لا دي احلى ايام العمر ايوه كان في غنوه دايما كل ما تروحي ماتيني لازم تغنيها فيلينجز ولا كانت ايه كانت فيلينجز فيلينجز مش كده كانت فيلينجز كانت فاكره كويس وكان فيلينجز و سترينجرز ان ذا نايت دي كانت مهمه قوي <applause> يعني كل حاجات الاولديز <applause> <applause> اه طبعا بس اياميه ما كانتش اولديز كانت, كانت هي لا كانت أه؟ طبعا كانت اولديز سترينجرز ان ذا نايت كان على ايامنا طب لا. بس فيلينجز لا وفي اه فيلينجز اه فيلينجز آه، بتاعتنا استرينجر كانت كان بتاعت من من. <laughs> آه،, آه من زمان قوي مؤاخذه يعني My feelings of love. طيب ازاي وصلتي لانك تدخلي مجال السينما صدفه بحته اه هحكي لك على حاجه يمكن مش فاكره اذا كنت حكيتها لك زمان ولا لا مم. بس كان سعاد حسني مم. بتمثل في المعموره مم. مشهد فأين عقلي؟ يا هوي اه وانا طبعا بزوغ من المدرسه وبروح السينما أه. يعني انا ليل نهار عايشه جوه السينما <applause> لكن ايه شفتها كده من بعيد والناس حواليها والاكرانات والكاميرات وبتاع وعارفه لما تبقي قاعده عامله كده اهو طبعا ومش شايفه حاجه تانية في الدنيا أه. مش شايفه بس اللقطه دي انا فاكره اني ركبت العربيه مع ابويا أه. و... وماشيه بعيد عارفه اللونج ده اللي بيمشي ده لورا وهي ده. مكانها وقلت يا نهاري هو انا هيجي اليوم اللي ابقى عامله كده اتمنى وخلاص يا سلام لو الانسان يقدر يعيش كده على طول مفيش حياته غير بحر وشمس والانسان اللي بيحبها هريت بس برضه في ناس عايشين كده مش حاسين بالسعاده تفوت السنين وتيجي السنين وبعدين استاذ حسن الامام يشوفني عند واحده جارته طنط نايله أه. صاحبه ماما فتقول له تعالى تعالى ونبي حسن في بنت وش جديد كده هو وجه جديد ممكن جدا تاخدوها في السينما م. ويديني مشهد اعمله قدام مم. ماما وخالات ما فيش حد يعني ما فيش سينمائيين غير الاستاذ حسن امام لون هو البت دي هتنفع كويس جدا دي هتبقى جامده قوي 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 اداني مشهد قال لي انتي بنت فقيره عايشه فوق سطوح امك عيانه شوفي فاكراه نزلتي سلالم كتير رحتي على الاجزخانه جبتي الدواء وما عندكيش فلوس وقلتي له هتجيبها تاني وطلعتي فوق ولقيتي امك ما لحقتيهاش يا <applause> لهوي يعني تيبيكال حسن الامام ورحت عامله المشهد <applause> على اني بنزل السلالم وبجري وبتاع قال لهم دي قروبه دي هتطلع كويسه جدا ويطلبني في فيلم العذاب فوق الشفاه تبتسم وابويا يقول لي يعني ايه تطلعي حبيبه محمود ياسين يا عم ده تمثيل لا 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 لا, أنت ما تطلعيش حبيبه حد يا زوجه يا ما تطلعيش حبيبه حبيبه ايه يعني ايه المهم اخد صفيه اه العمري العمري واستاذ عبد الحليم ناصر اخدني آه. هو والاستاذ حسين الصباح أستاذ تكفر انطونيان يعني كانوا واي. كلهم عندهم فوق الامريكان اه. كان عندهم آه مكتب, مكتب واحد اه. واحد اه. هم الثلاثة شوفي ام. فطاحل فقعد على كرسي لف كده يعني حواليه منين بقى من عند منين ايه؟ على الناصيه على الناصيه على الناصيه في الت... مع عمال بطيش لا عمر, عمر بشيشه لا سوري سوري مش كده برضه خلاص 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 معديها عمر بطيشه عمل معايا انترفيو انا عارفه سوري والله دي مدام دام والله ما اقصد مش فاكره ده ايه وقف امتى وده ابتدى يشتغل امتى سوري فقعدت وغنيت غنيت بيع الجمل يا علي من بيع الجمل يا علي واشتري مهر انقلي اه <applause> بتاعت. بتاعه كنت زمان بحب واحد اسمه علي فقاعده بقى بغني له يعني لو النبي او النبي انت فاكره الغنوه دي قولي ايه دي انا عمري ما سمعتها منك انت بتخبي عليا حاجات <تصفيق> <تصفيق> بيع الجمل يا علي واشتري مهر الي كرمي لوح واستوى والعينه بطاب وحيلي بيع بيا بي بيا 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 بي الجمل يا علي لا والله ايوه <applause> يعني عملت زي عبد الحليم في بدايته في الفيلم طلع برضه في الفيلم اه, في الفيلم. آه. آه. <applause> عملت كده تقريبا <تصفيق> <تصفيق> شافك ايه سمعك سمعني اه فكلمني في التليفون اه انا بقى سيفين معروفه في بيتنا سيفين مم. ومعرفش ان عندي يسرة ده مش يعني مش عرفتي امتى ان انت اسمك يسرى هو ده يومي هي هي طول عمرها اسمها سيفين وبندل احنا بنادلها سيفين او سيفا يعني آه. <applause> أنت اكتشفتي ألو ممكن أكلم يسرا؟ قلت له لا يا فندم نمرة قلت وقفت أيوه عرفتي إنه اسمك في شهادة الميلاد يسرا؟ أه عرفت متأخر قوي أنا ما كنتش أعرف خالص إيه ده؟ والمصحف الشريف ما كنت أعرف محدش محدش بيندهني كده بيتنا سيفين ماليش دعوة فمين يسرا؟ ما أعرفهاش فحتى لما استاذ عبد الحليم قال لهم انا هاخدها وهخليها تمثل وبتاع مم. بس نغير اسم سيفين شويه اجنبي اه يعني. اه فابويا قال له يوميها قال له ما اسمها يسرى. قال له امم قال له بس يسرى بتتكتب باليه قال له انا هكتبها بالالف مش حدش هيعرف يقراها. يسرى. قال له كده مش يسرى. بس وابتدت الحكايه كده. رحتي عملتي قصر في الهواء. ده كان اول فيلم بطوله ليا لولا اخويا والقرشين اللي سابهم والدي الله يرحمه ما كنتش عرفت اتعلم ولا اعيش ازاي واخوك بيشتغل مدير شركه تجاريه يعني غني <applause> <applause> ابدا تقدري تقولي على قد حال تعرفي يا صاحب الحظ بيقابل كل انسان في الحياه بكره لما يصادفك الحظ هو فين مش باين احنا اللي فين؟ لسه قدامنا شبابنا ومستقبلنا بس المهم لما الحظ يخبط على بابنا نكون صاحيين ونفتح احسن <applause> يسيبنا ويروح لحد تاني <applause> انا هسيب له الباب مفتوح على طول قصر <applause> في الهواء كان اخراج الاستاذ عبد الحليم نصر كمان ده الفيلم الايه الوحيد, الوحيد؟ الوحيد اللي هو اخرجه اه لكن انتج اه طبعا انتج, أنتج بقى كتيراً. وكان اهم مدير تصوير في مصر اه اه ومدينه ليه لحد النهارده لانه هو اكتر واحد وثق انه يديني فرصه وعايزة أقولك حاجة وداني كام نصيحة كده مشيت عليهم لحد النهاردة قال لي أي حد يقولك احتكار تنسيه الغرور لو دخل قلبك هتنتهي مم. لو ما أخدتيش شغلك صح هيقضي عليك صح كلها حاجات صح جدا ثلاث نصايح عمري ما نسيتهم